تعود من جديد في منطقة المنتصف. التبادلات، شيخي يستحوذ عليها يتمكن من المرور، شيخي من هناك ينقلها مباشرة صوب غانم. غانم ماذا سيفعل؟ يوزع هذه الكرة. با 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 با، هدف ثاني للشبيبة. الطبيعي هنا التوزيعة الدقيقة، هنا الخروج من المراقبة بطريقة ممتازة، بالعقب بشكل ممتاز بشكل استعراضي يضع الكرة في الشباك للمرة الثانية. شبيبة القبائل 2 وداد تلمسان 0. المهمة تزداد صعوبة لعناصر الوداد في هذه المباراة أمام العودة القوية لشبيبة القبائل.